وللمزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد ومستشار البنك الدولي السابق. بعد التحية دكتور، يعني الرئيس السيسي وجه مدبولي بتشكيل حكومة جديدة تعمل على مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق. كيف ترى أولويات الحكومة في ضوء التكليفات الرئاسية؟ أولا مساء الخير عليكم وعلى كل مستمعينكم. ولا نتكلم على التكليفات الجديدة، لازم نعرف أن الحكومة الماضية الحقيقة شالت حمل كبير جدا، يمكن حمل التثبيت أو حمل الخروج من الأزمة كادت تعصف الاقتصاد المصري، يمكن مع ارتفاع سعر الدولار لمستويات غير مسبوقة. وبعدين رجعت الحكومة الحقيقة خدت عدد من الإجراءات القوية قوية جدا، منها استخدام السياسة المالية وسعر الفايدة والتحكم في سعر الدولار والسوق السوداء والقضاء على السوق السوداء ودفع التصدير والإعانات الحقيقة كانت والدعم والكهرباء، كل الحقيقة هذه ده كمان مع المشروعات القومية اللي الحكومة كانت بتنفذها مع طلب المؤسسات الدولية انها تخفض العجز في الموازنة. فأنت بتتحكمي في او شغاله على جناحين، جناح خفض العجز في الموازنه وجناح الانفاق، والاثنين ما يمشوش مع بعض، لكن مع ذلك قدرتي ان انت تثبتي الاقتصاد المصري بشكل كبير بعد الازمه الكبيره اللي مرينا بيها وارتفاع الاسعار بشكل كبير والتضخم اللي مصر ما شهدتوش. لكن ده كان نتيجه، طبعا قلنا هذا الكلام من قبل، دي كان نتيجه ازمات خارجيه وليس ازمات داخليه. لكن الحكومه الحقيقه اللي جايه هيبقى عليها انها تستمر في الخروج مش من الازمه، يمكن احنا عدينا الازمه، لكن هتبقى حكومه تحدي وحكومه امن قومي، لان الاجراءات الغير مسبوقه اللي كانت خدتها الحكومه اللي فاتت محتاجه متابعه. فدي هتبقى حكومه مونيتورنج، يعني حكومه متابعه للاجراءات الغير مسبوقه اللي خدتها الحكومه اللي فاتت مع الحفاظ على معدلات التنمية. خلي بالك معدلات التنمية مهم ان احنا نطلع بيها فوق 3.4. احنا كنا وصلنا في الحكومات السابقة في 2018 الى 6.5%، وده رقم طبعا كان رقم مهم. بعد ازمة كورونا وبعد الحرب الروسية الاوكرانية سقطنا في النمو الاقتصادي الى 3.5%، محتاجين ان احنا مش نوصل ل 6%، لا محتاجين ان احنا نعدي 7% علشان نقدر نشفط حجم البطالة اللي موجوده، مش بس البطاله كمان الداخلين الى سوق العمل سنويا. انت عندك فوق المليون شاب وشابه داخلين سوق العمل سنويا. يعني ايضا كان هناك توجيهات رئاسيه بالفعل، يعني ايضا كان هناك توجيهات رئاسيه بجذب المزيد من الاستثمارات، ايضا سوف يصب في انه يوفر الكثير من فرص العمل للشباب كما ذكرت، ولكن ما هي توقعات حضرتك للاسماء التي قد تكون تبرز في هذه النقطة تحديدا وسوف تعمل على جذب الاستثمارات للاقتصاد المصري؟ لا، وطبعا الأسماء دي يعني عند رئيس الوزراء، لكن احنا قلنا هذا الكلام من قبل في اعتقادي الشخصي وفي رأيي الشخصي ان المرحلة المقبلة بتتطلب التعامل مع المؤسسات الدولية والتعامل مع العالم الخارجي والتعامل مع الأزمات الدولية، وانا بتخيل ان يكون في هذه الشخصيات طبعا القدرة على التعامل مع المؤسسات الدولية والخبرة الدولية. وإحنا يمكن نادينا من قبل بأن يكون مع هذه الأسماء أو في هذه الأسماء أشخاص لديهم خبرة التعامل مع العالم الخارجي، لأن أزماتنا بالمناسبة مش فقط أزمات داخلية لكن أزمات خارجية، ومحتاجين إن إحنا نتعامل مع أطراف دولية ومع مؤسسات دولية ومع شركاء تجاريين ومع دول. طيب، ولكن داخليا يعني على مستوى الخارجي، يعني لم يتوانى في السفر الى عدد من الدول وشراكات مع الدول والدول الافريقيه وروسيا والولايات المتحده واوروبا، فمحتاجين حد يقدر يمشي على نفس البيث او يمشي على نفس الريتم مع جولات السيد الرئيس عشان يقدر يحقق مكاسب متزايده في التعامل مع المؤسسات بالفعل. ولكن داخليا ما هي الاليات في وجهه نظرك لتطبيق السيطره على الاسعار وايضا الرقابه على الاسواق؟ ما هي الاليات الضروريه التي يجب تطبيقها في المرحله القادمه؟ ما فيش غير آلية واحدة، ما فيش يعني 36 ألف آلية هي الآلية الوحيدة، وزيادة الإنتاج وزيادة الإنتاج وزيادة الإنتاج تاني عشان أقدر أسد العجز في السوق المحلي، وكمان أقدر أعمل حاجة اسمها إمبورت سبستيوشن، إنه أنتج وبالتالي أقلل فجوة الاستيراد
اللي بتسرب الدولار، فانا محتاج ان انا ازود الانتاج داخليا، يبقى عندي صناعه مصريه داخليه زي ما بنقول كده، زي زمان كنا بنقول من الابره للصاروخ في كل المجالات، عشان اقدر ان انا احافظ على الدولار، ويبقى الدولار انتاجي وليس استهلاكي، يستخدم بالفعل. الدولار لاستيراد مواد خام عشان اقدر امشي المصانع بتاعتي وانتج واخلق فرص عمل وازود النمو، وبالتالي ازود حصيله دولاريه للصادرات المصريه اللي عايزين زي ما قال السيد الرئيس ان نوصل للامل ال 100 مليار دولار. الحقيقه هو عشان ارجع لسؤالك الثاني، هو عمليه الانتاج وزياده الاستثمارات، والحكومه اللي فاتت الحقيقه يعني بذلت مجهود في تعديل هياكل الاستثمار والرخصه الذهبيه وسعر الفايده والمناطق الصناعيه الجديده والمشروعات، انا مش عايز اتكلم عن المشروعات العملاقه اللي تمت في الفتره الماضيه. جميعنا نرى هذه المشروعات وشهدناها بالفعل. صحيح. كانت انجازات غير مسبوقه. وضحت الفكره الدكتور عمرو صالح، استاذ الاقتصاد ومستشار البنك الدولي السابق، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.